متتبعي موقع عبير فيديو جديد. الان معنا الام ديال المرحومه. غادي نشوفوا بعض الارتسامات اللي واخا صعيبه عليها، غادي تحكي لنا شويه المعاناه ديالها اللي كتعاني انها فقدات البنت ديالها. لا تقدري تقولي لنا كيفاش تلقيتي الخبر الوفاه ديال الابنه ديالك؟ جاني صعيب، جاني صعيب. بنتي بحال هادو تعاودت معايا في التليفون، هضرت معايا قلت لي تجي عندي في السبت والحد، قلت لي واش غادي تجي بحال كيما الليله والله غدا غيجيني الخبر. تهضر معايا مباشره في التليفون، قلت لها واش غادي تجي، قالت لي لا رانا ما غنجيش، راه داير لي الحجر الصحي ورانا غنمشي لقطر، كنمشي من قطر عاد غنجي لعندك. صافي ما تليتش تشت فيها، ما تنصوني ليها، انا اللي تنصوني ليها، هي اللي تعيط تهضر معايا، تنصوني نقطه هي اللي تهضر معايا. ما تليتش قالت لي رانا داير لي الحجر الصحي، ما تليتش صونيت ليها بينات نهار، وهي مع راه قرب المغرب، أدى المغرب، أنا كنت بعيدة من الدار جاية، تتعيط ليا قالوا لي مالكة شي حاجة توقعت ليها. لحقت للدار كنغوت على ولدي هذا كبير، غوتت له مرتو قلت له راه حنا سمعنا وسمعنا، قال لي رحمه الله ماتت. واش غنقول ليك، شي حاجه جاتني واعرة بنتي مرضيه مهليه فيا كاينه بيا، متباها بقات ليا هي في بلاصتو، والحمد لله جاتني من عند الله مرحبا بها، اللهم لك الحمد. الله يصبرك الحاجة عزيزة، مرضية مرضية معايا مع الجيران مع الناس، كل شي تيبكي عليها، كل شي تيتألم، كل شي كل شي كل شي كل شي، والحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله يرضي عليها، الله يمتعها في الجنة إن شاء الله. يا ربي ترحمنا وترحم المسلمين جميعا، يا ربي نزل عليها الرحمة، الحمد لله. الحمد لله، قضاء الله وقدره. لالا شنو تبغي تقولي للمغاربة اللي تضامنوا معاك وعزاوك في الابنة ديالك المرحومة مالكة؟ واش غنقول لهم؟ مرحبا بالعزو ديالهم، ما يمشيش معاهم الباس، والحمد لله الحمد لله، وحتى انا تنعزيهم فيها كل شيء، اصدقاء ديالها اللي معاها في المخزن، كل شيء اللي معاها في القشلة، كل شيء جالية وكل شيء تيعزيني وتيبكيو عليها، حتى انا تنعزيهم فيها، انا تنعزيهم فيها، تيقولوا لي احنا مشات لينا اكثر منك انتيا، من تيقولوا لي هما هاد الشيء تيهدنوني، ولي احنا مشات لينا اكثر منك انتيا. واش غنقول؟ الحمد لله على اللي عطى الله.